استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد صيني رفيع المستوى برئاسة لي تشي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. ده كان بحضور معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وسفير الصين بالقاهرة. المسؤول الصيني رفيع المستوى عبر جدا عن رؤية بلاده الإيجابية للي بيحصل في مصر خلال السنوات اللي فاتت من تطور تنموي لافت، ده تعبيره، وبيقول إنه هذا التطور بيهدف لبناء قدرات الدولة ونهضتها. خد بالك أنت بتتكلم على دولة اللي هي الصين مرت بمرحلة كبيرة جدا من التطور، تطور حقيقي ملموس من سنة 78-79 علشان توصل انها تبقى الاقتصاد رقم 2 في العالم، تنافس اكبر واعتى الاقتصاديات الموجودة زي الولايات المتحدة الامريكية، تقف في شرق العالم في شرقه الاقصى وكأنها قلعة اقتصادية ضخمة جدا تقف في وجه مدرسة اخرى. الصين عندها مدرسة اقتصادية بتطلق عليها السوق الاجتماعي في منافسة مع المدرسة الاقتصادية الغربية اللي بتتسمى السوق الحر. خلينا ناخد معانا على التليفون سيد سفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق. اهلا 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 اهلا، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم، ازي الحال وحضرتك اكتر؟ والله الله يخليك. يمكن أول سؤال هيطرح نفسه أهمية زيارة هذا الوفد الصيني من الحزب الشيوعي الصيني، وفي نفس الوقت مش بس أهمية الزيارة، توقيت الزيارة. هو طبعا حضرتك عارف زي ما كنت مقدمة إن الصين بتتقدم دلوقتي بسرعة كبيرة جدا في كل المجالات سواء كانت اقتصادية أو حتى سياسية أو عسكرية. صحيح. فإذا هي دولة كمان بتقوم يعني نشاط مكثف جدا دبلوماسي في مستويات متعددة سواء كان عن طريق الخارجية أو الحزب الشيوعي أو غيره من المستويات المعروفة عندهم هناك، ودائما في دعوات حتى كمان للدول الأخرى أنها تزور الصين حتى تطلع على التقدم الموجود فيها في المرحلة الحالية. أعتقد إن إحنا كان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الأمم كانت في زيارة تقريبا للعاصمة بكين. دلوقتي انا بشوف انه هذا الوفد اولا كان جاي من كوبا في اجتماعات مجموعه 77 زائد الصين، ودي مجموعه اقتصاديه واسعه النطاق طبعا فيها 67 دوله والصين الكبير فيها منذ سنوات عديده. الان الصين بتحاول ان هي تكون شريك اساسي في كل المجموعات الاقتصاديه اللي موجوده في العالم سواء كانت جي 20 ولا البريكس وغيرها. مصر انضمت او هتنضم من قادم البريكس، اعتقد ان دي هتفتح صفحه جديده في التعامل المصري والصيني في المجالات التجاريه والاقتصاديه بالذات. ايضا الصين معنيه كثيرا بالاستثمارات في منطقه يعني قناه السويس وغيرها من المناطق سواء كان في بني سويف او غيرها من محافظات مصريه. فتوقيت الزياره مؤكد ان العالم بيعاد تشكيله في المرحله الحاليه بعد حرب في اوكرانيا، وبالتالي كل دول الكبرى بتحاول انها دائما تكون على علاقه لطيفه مع الدول البازغه والمستقره زي مصر وغيرها من الدول طبعا. وبالتالي انا بشوف انه هذه الزياره هي في اطار فعلا يعني حشد علاقات جيده، وطبعا ان هم التقوا بفخامه الرئيس اليوم ده في حد ذاته امر من جانبنا بيدل على ان احنا فعلا حريصين على تطوير العلاقه مع هذه الدوله الصاعده بقوه وبسرعه. فالعالم الان بيعاد تشكيله والدول كلها بتحاول ان يكون في عندها تحالفات خاصه بالتجاره والاقتصاد والتنميه. طيب هل إعادة التشكيل، وده يخليني هنا أرجع لمعالي السفير ومعالي وزير الخارجية الأسبق الاتنين بقى مع بعض بتاريخ دبلوماسي وتولي هذه الحقيبة شديدة الأهمية ألا وهي حقيبة الخارجية المصرية في فترة شديدة الأهمية، تشكيل العالم هل هتفضل هذه التفاعلات السياسية مستمرة لوقت طويل ولا هتبدأ تهدأ؟ وهل لما هتهدأ هنجد معسكرين ولا أكتر من معسكر؟ طبعا ده سؤال يعني عميق جدا. لا هناخد وقت لان الامور دخلت في معركه عسكريه بتجري على ارض اوروبيه
فده في حد ذاته امر هيعطل شويه ظهور الشكل النهائي لهذا التشكيل الجديد في العالم. هو على العموم مش هيكون يعني النظام الدولي هيكون زي ما هو، في قوى متحده، في قانون دولي طبعا، ولكن في الارض نفسها بتتحرك باتجاهات جديده، بدليل ان مثلا في تحالفات امريكيه اسيويه الان ايضا بوقوف او احتواء الصين. الصين وروسيا الان برضه بيعملوا في عمل مشترك سواء كان اقتصادي او عسكري حتى في هذه المرحله. ولكن انا بشوف ان هو لازم تنتهي الحرب الاول في اوكرانيا، ساعتها نقدر نقول ان الامور هتسير في اي اتجاه، لان هو الحرب في اوكرانيا برضه هي حرب غريبه جدا، لان ما فيهاش منتصر ولا مهزوم. يعني ما حدش هيحقق ولا انتصار 100% ولا حد هيصاب بهزيمه 100%. فاذا انت لازم ننتظر نشوف ايه الشكل هيطلع من هذه الحرب، هيكون شكله ايه، وروسيا هل هتستنزف، هل هي دخلت مستنقع هتطلع منه ضعيفه، وبالتالي نقدر نقول بعد كده هيكون في قطب واحد ولا قطبين ولا ثلاثه. طبعا الصين في النهايه هي لها سياسه خاصه بيها، فيها قدر حكمه وخصانه، وبالتالي هي بتحافظ على مركزها في السباق القادم كقطب اكيد. لكن هو المشكله في او يعني التوقع ان احنا يجب ان احنا ننتظر ونشوف الحرب في اوكرانيا هتصل الى ايه، والى اي مدى هتاثر على القوت الروسي وقوته سواء كانت اقتصاديا او عسكريا. صحيح. احنا امامنا بعض الوقت مش طويل قوي، لكن اعتقد انه ما نقدرش نقول ان في عام 24 مثلا على سبيل المثال هنلاقي الشكل الجديد، ممكن بعد كده تبقى. صحيح. انا بشكرك جدا سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق.